معنا هاتفيا من اسطنبول متخصص بالشأن التركي سيد معين نعيم، مرحبا بك. إذا الأزمة التركية الأمريكية تتطور سريعا، كيف ترى الموقف الأوروبي لا سيما بعد اتصال وزيري المالية التركي والفرنسي؟ سيد معين نعيم هل تسمعنا؟ أيوة نعم تفضل، سمعت السؤال؟ مرة ثانية سمحت. لا الأزمة الأزمة التركية الأمريكية تتطور سريعا، كيف ترى الموقف الأوروبي من هذه الأزمة ولا سيما بعد الاتصال الأخير بين وزيري المالية التركي والفرنسي؟ واضح أن أوروبا تستشعر خطورة هذه السياسة الهوجاء لترامب، وأنها تتجه بالعالم أجمع نحو حرب اقتصادية، وهذا ما لا تريد أوروبا. هذا أولا. ثانيا، أوروبا تعلم أن الاقتصاد التركي هو أحد أهم الاقتصادات المستفيدة منها أوروبا، فتراجع هذا الاقتصاد أو انهياره لا قدر الله هو بالنسبة لها مصيبة للاقتصاد الأوروبي، لأنه سيفقد زبون رئيسي، ثم سيفقد أو لن يستطيع أن يتلقى يسترد ديونه من الشركات والمؤسسات التركية، وهذا هذا واحد. البعد الثاني والأهم حقيقة أن أوروبا تشعر أن تركيا هي كبش فداء الآن مقدم على مذبح السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، وتتجاوز حد القوة إلى حالة الاحتلال الاقتصادي، وهي إذ نجحت في هذه العملية مع تركيا، فأعتقد أن أوروبا وبعض الدول الأوروبية ستكون على هذا المذبح بعدها. لذلك أنا أعتقد أن أوروبا ستكون حذرة من السماح لترامب بالنجاح في هذه المعركة. طيب، الرئيس أردوغان قال إن الذي يهدد تركيا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف قد كشفت مؤامرته، هكذا قال. يعني ما المؤامرة التي يقصدها الرئيس أردوغان؟ ما الهدف من وراء هذه الأزمة بنظر الإدارة التركية؟ الإدارة التركية صرحت بذلك ولم تلمح، قالت أن هناك هدف السيطرة على السيادة التركية وسرقة القرار السياسي التركي بالمال، إما أن تكونوا معنا أو ندمركم اقتصاديا. هي حرب اقتصادية أو نوع من الانقلابات السياسية بأدوات اقتصادية. نجحت أو لم تنجح هذه الأطراف في انقلاب عسكري، ولا في انقلاب قضائي، ولا في مظاهرات منذ في السنوات الثلاثة الأخيرة أو الأربعة الأخيرة، فأرادت أن تنجح أو تسعى أن تنجح عبر انقلاب اقتصادي، بأن تشعر الشارع التركي أن هناك انهيار وأن هناك ضياع للاقتصاد التركي، فيثور ضد النظام الحكم الحالي الذي انتخب بأغلبية شعبية. فاينانشال تايمز حقيقة قالت أن ترامب يهدف تأزيم العلاقات مع تركيا، يهدف إلى جمع الأصوات الإنجيليين، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ هذا هدف داخلي وواضح، ليس هدف داخلي أمريكيا، فليس فيه شك. فترامب يحاول أن يتقرب من الإنجليكانيين في الداخل الأمريكي، وهذا واضح من أداء مساعده أو نائبه بنس. هم يعني قصة القس الأمريكي الذي هو من الطائفة الأنجليكانية لها أكثر من سنة ونصف مع تركيا، لكنها لم تصعد الولايات المتحدة الأمريكية ولم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية إلا قبيل الانتخابات المرحلية التي ستعيشها أمريكا في الأيام القليلة القادمة. فهو واضح أنه أداة في الادعاء الانتخابي، لكن هذا لوحده لم يكن ليكفي لتحدث هذه الجلبة وهذه الضجة. فنعتقد أن البعد أبعاد أخرى، منها بعد تقارب تركيا مع محاور أخرى غير محور الناتو، يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا أن تعود مرة أخرى إلى أحضان الناتو وتترك المحاور الأخرى. أخيرا باختصار، إذن مع هذا الصراع المتصاعد، ما توقعاتك لهذه الأزمة؟ إلى أين ستؤول؟ مع الأسف لا يمكن أحد يتوقع أداء الأهوج ترامب سياسيا، لكن على الأقل تركيا تسعى لحل دبلوماسي حتى في ظل هذه الأزمة. هدد إذا لم تحل القضية يعني حقا سيضاعف العقوبات. نعم، حتى وإن ضاعف العقوبات، المشكلة أن الضغط على تركيا سينتج عنه مباشرة تراجع في الاقتصاد الأوروبي، ومنه مباشرة الاقتصاد الأمريكي. فأنا أعتقد أن الاقتصاديين في العالم حتى في الولايات المتحدة الأمريكية سيكونوا راضين عن هذا الأداء، وتركيا أي لديها بدائل على الأقل تخفف من حجم الأزمة وحجم الضرر ستستخدمها. ترامب قد يصعد، حقا ترامب لا يمكن أن يتوقع أحد يعني ردات فعله، لكن إن كان هناك عقلانيين في إدارة ترامب حوله سيمنعوا من هذا التهور. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، المتخصص بالشأن التركي سيد معين نعيم.